هذا يسأل إذا جاء الإنسان من مصر مثلا يريد المدينة، يريد المدينة من مصر، ميقاتها الجحفة، لكنه ما يريد مكة، يريد المدينة، ولا منه خلص من المدينة يبي يجي لمكة. نعم، يروح للمدينة ويزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، فإذا رجع إلى مكة يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ميقات المدينة، لا بأس.